ان شاء الله اديهم النفط للقوى السياسيه. انا بقول نفط الجزيره العربيه كلها بتكفيهوش. يعني شي موقع الوسطي هلا عم نشوف تعويضات يخزى العين امبارح. اذا من التعويضات مبلشين ب 36 مليون يعني لل 25 مليون عضو هيئه النفط بالوقت يلي في ناس كثير ما عم بزيدوا له 200,000. شو تعليقكم هيك انه اعضاء هيئه النفط يلي شكلها مجلس وزراء قرروا لهم امبارح تعويضات انه معلش ما سمع انه طيب انه في كثير هيئات يعني انه ما شافوا انه الهيئه اللي انا بتخصني انه هيئه الاغاثه هيئه ديوان المحاسبة انه مليون هيئة. شو الهيئة يعني ما بدأ الا جبران بسيط. بعدين نحن بلشنا من قصة هودي المساحات هودي الخرايط ندفع مصاري مش من خزينة الدولة. ايه اوكي ما رح احكي اكتر. انا بصوت لبنان بعرف انه بس ما نحن عم منبر مفتوح للكل يا حو مستضيفينك معالي الوزير جبران بسيط بتعطي رأيك بكل حرية. بس اخذت اذن الجنرال جنرال بيمون الجنرال. طيب بنكفي يعني هذا الموضوع استاذ سعد. معلش خليهم يترحموا على ايامي. خليهم يترحموا لما كنت انا رئيس امك وحتى رئيس وزراء. لما كنت انا وزير ماليه السنيوره كل العالم بدها يلا تخلص السنيوره. تفضل شو عم بصير. تفضل الايام شو عم بصير وتترحم على ايامي على ايام الكحل. هلا العمى تفضل منجع من كفي مع دوله الرئيس نبيه بري. شو بتقول دوله الرئيس لقيادات المعارضه قيادات 14 اذار مثلا بنبلش بالرئيس امين جمعي رئيس حزب الكتائب. ولا حقيقه يعني يا ريت كل قيادات 14 اذار مثل الرئيس امين جمعي كده بالف خير. كان الحوار بالف خير على موضوعيته على حكمته. شو ده ليس كل ما يشتهي البرء يدركه. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. والدكتور سمير جعجع دائما بوجه لك رسائل. وبعت الست ريدا ديك مره مدامته الست ريدا جعجع على غدا الرئيس الارميني وبيقول انه حضرتك صديقه كمان. شو بتقول له للدكتور جعجع؟ وضع الدكتور جعجع اذا رجعوا اكثريه غيابيه ما بيردوش فيي. انا شو قلت له؟ انا برضى فيكم. معلش دكتور جعجع بالرغم من كل خلاف احنا وياه دكتور جعجع معك ضدك. واكبر دليل هذا الويكيليكس ليك كذبه برات السحب مش مخبص. هو رئيس السنوره مثل بعضه مش مخبصين بالويكيليكس. ايه طبعا طبعا طبعا. شو بدك تخبص؟ نحن واضحين هيك واضحين مثل شفافين. واللي كنت نعم شو انت بالكلام حتى بتبخل تحكي. طيب شو بتقوله للرئيس سعد الحريري؟ هلا بدك تلعب دوران مش صعب هذا الشيء. مش عايش بحاله.